السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في كل مكان في برنامج صورة من الشعب، أهلا ومرحبا بكم. وفي موضوع حلقتنا اليوم هنتكلم عن المعلم ودور المعلم في المجتمع، بحيث إن دور المعلم يحتل مكانة مرموقة في جميع المجتمعات وفي الشرائع كلها. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طوال حياته. والنهارده 23/1/2020، نهاية الترم الأول من امتحانات أولى ثانوي وتانية ثانوي، وهناك بعض الشكاوى من أولياء الأمور وجميع الطلبة في امتحانات أولى ثانوي وتانية ثانوي بخصوص المنظومة الحديثة اللي هي منظومة التابلت. وهيكون ضيفنا وضيف حضراتكم الأستاذ حسن الشربيني الخبير التربوي. أهلا وسهلا حسن بيه. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك سعادة الشيخ. وهيكون أيضا ضيفنا الطالب أولى ثانوي مارسلينو أسامة. أهلا يا أستاذ مارسلينو. أهلا وسهلا حضرتك. طبعا حسن بيه دلوقتي أدى بالنسبة لامتحانات أولى ثانوي وتانية ثانوي ما يقارب عن 1,300,000 طالب من أولى ثانوي وتانية ثانوي، والامتحانات بدأت تقريبا من 11/1 وكان نهايتها النهاردة. وظهر كتير على السوشيال ميديا شكاوى من قبل أولياء الأمور ومن الطلبة، فعايزين نعرف حضرتك بالنسبة للمنظومة الإلكترونية إيه بالظبط؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحييك وبحيي الساده المشاهدين. بالنسبه للمنظومه، اولا انا بكل شيء انا بتحدث عن نفسي ككبير طلبه في المجال، ولست متحدثا لا باسم الوزاره ولا باسم المدير. دي نمره واحد. نمره اتنين، الاجابه عن السؤال. السؤال ده من شقين. حضرتك بتقول ان المنظومه الطلبه بيشتكوا من صعوبه الامتحانات. السؤال ده اساسا او كلمه صعوبه الامتحانات دي في ودننا من زمان قوي. في جميع المراحل وعلى مدى عقود طويله، في اي تعديل حتى يعني في التابلت، قبل التابلت كان في البوكلت، صعوبه امتحانات وبكاء وشكاوي وهكذا. يعني الشق ده هو احنا عايزين نعرف بس، احنا متعودين عليه، معلومه شامله متعودين عن الموضوع، المنظومه بتاعه التابلت والامتحان الالكتروني. ما هو انا بقول لحضرتك هنا عندي سؤال، بتقول ال 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 المنظومة بتقول اللي انت عندي هنا سؤال بيقول مطروح عليا من حضرتك، بيقول ان الناس بتشتكي والطلبة بيشتكوا من صعوبة الامتحانات. السؤال ده اجابته ده متعودين على كلمة صعوبة صعوبة صعوبة، دي قدنا عليها. اما اللي في سؤال حضرتك بتقول عليه برضو سألتني فيه، المنظومة هذه المنظومة اللي عمل اللي اشتغل عليها نخبة تربوية عالية، أساتذة على أعلى مستوى من الفكر والرؤى، على رأسهم الدكتور طارق شوقي. لما عملوا المنظومة دي أولا يهدفوا في المقام الأول مصلحة الطالب، مصلحة الطالب قبل كل شيء، وعندهم رؤية مستقبلية. هذا النظام حاليا في مرتبك. ما احنا حضرتك عارفين ان هذه المنظومة بتعمل من اجل تطوير التعليم والتقدم العلمي، بحيث ان منظومه التعليم عامه خارج المنظومه العالميه. ونظرا لوزير التربيه والتعليم بيعمل المنظومه دي بحيث ان هو يتقدم بالتعليم وتطوير التعليم. تمام. ولكن سبب شكاوى الاهالي ايه هي؟ بالنسبه للطلبه من صعوبه الامتحان، في بعض الحالات جات لنا على البرنامج بتقول ان الامتحانات صعبه، الامتحانات خارج المنهج. لا، امتحانات صعبه دي في كل سنه امتحانات صعبة، بس هل هي ظاهرة؟ ظاهرة يعني عامة؟ كم نسبتهم اللي قالوا الامتحانات صعوبة؟ كام؟ هنفترض ان احنا بنتكلم على 100 طالب. لو اشتكى من صعوبة الامتحانات 10 او 20 ما يبقاش الامتحان صعب. امتى يبقى صعب؟ لو المشكلة عامة وصلت ب 80 طالب بيشتكوا من صعوبة الامتحانات، اقدر اقول ان في صعوبة. الشق الثاني في السؤال ان حضرتك بتقول أن السؤال بعض الأسئلة أو الأسئلة كلها جاية من خارج المنهج. لا، لو إحنا قلنا إن في 20 سؤال منهم 3 خارج المنهج
كلمة خارج المنهج يعني هم داخلين في معلومات عامة، وال17 من المنهج يبقى الامتحان داخل المنهج ومن الكتاب المدرسي. تمام. اتفضل. طيب نسأل دلوقتي بالنسبة لمارسيلينو، ايه الصعوبات اللي انت واجهتك بالنسبة لتنظيم المنظومة دي في تطبيق الإلكتروني في الامتحانات؟ وانا لحد دلوقتي اولى ثانوي ما امتحنتش الكتروني، او المعظم امتحان ورقي. الصعوبه اللي قابلتني ان انا بقالي تقريبا 10 سنين متعود على امتحان واحد، نظام واحد، شكل واحد بيجي لي في الامتحانات، مره واحده الاقي الامتحان مختلف، حاجات مختلفه. فحاله اللي هو الصدمه من مرحله للمرحله دي خلتني متربك، او يعني تايه في المنهج، مش عارف اذاكر، مش عارف. اختلاف المنظومه عامه. أيوة. بالنسبه ان انت كنت متعود ان انت بتذاكر في الكتاب، وبخش بلاقي وبتخش على بتلاقي الامتحان نفس النموذج اللي هو موجود في الملزمه او بالظبط. موجود في الكتاب كسين وجيم. اه ايه التغييرات اللي انت لقيتها في المنظومه الجديده، والصعوبات اللي واجهتك واجهت زمايلك؟ يا التغييرات، يعني مثلا الامتحانات كلها دلوقتي بقت تشوز او اختيار، يعني مفيش اسئله ممكن الم بيها درجات، يعني السؤال يا اما صح يا اما غلط. وعندك التغيير نفسه من مرحله لمرحله خلى ان الطالب نفسه في اولى ثانوي ما عندوش وقت ان هو يذاكر اصلا. في الامتحان في أسئلة جت من خارج المنهج؟ يعني زي ما السؤال كان مثلا 3 من 20 سؤال حاجه كده. يا ريت يا شباب بعد إذنكم نتصل بالمستشار عمرو عبد السلام. يا ريت يا شباب بعد إذنكم عمرو عبد السلام، مستشار عمرو عبد السلام. ألو ألو، عمرو بيه، مساء الخير. مساء النور يا معلم. هي المفروض مستشار. صباح الخير. الحمد لله يا فندم، كل سنه وعليك طيب يا محمد. دي تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا والجميع المشاهدين البرنامج. اهلا وسهلا. معانا المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والاداريه والدستوريه العليا. اهلا وسهلا. ومحامي الطلاب حضرتك كما هو معروف عن حضرتك. عايزين نعرف بايجاز بس عمرو بيه، بالنسبه للدعوه التي اقمتها بالنسبه للطلبه ضد وزاره التربيه والتعليم، عباره عن ايه يا فندم؟ اتفضل يا فندم. هو بالنسبه لحضرتك طبعا يعني كان الراي العام كله كان متابع ما تعرض ليه اولادنا من طلاب الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الماضي بسبب استخدام المنظومه الجديده باجراء الاختبارات الالكترونيه عن طريق التابلت، وما تعرض ليه اولادنا من ضغوط نفسيه بسبب فشل المنظومه منذ انطلاقها من اللحظه الاولى. طبعا احنا كنا بشرنا الدعوه امام المحكمه، ومحكمه القضاء الاداري احالت الدعوه بحالتها الى هيئه المفوضين لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها. ومنذ شهر قامت هيئه المفوضين بحجز الدعوه لاعداد التقرير القانوني. يعني حضرتك هيئه المفوضين صدر التقرير ولا لسه؟ لسه، احنا في انتظار، يعني هو في خلال ان شاء الله يعني الشهر القادم سيتم اصدار تقرير هيئه المفوضين وعرض الدعوه مره اخرى امام محكمه القضاء الاداري لاستكمال مرفوعات الدفاع واستكمال الدعوه. طب طلبات حضرتك في الدعوه ايه؟ نعم، طلبات حضرتك في الدعوه. هو كان طلبات الدفاع في الدعوه الغاء المنظومه الجديده والغاء الاختبارات الالكترونيه على طلاب المرحله الثانويه، وقصر استخدام هذه المنظومه على مرحله التعليم الاساسي. هو ان انا ما ينفعش ان انا ادعي ان انا بطور واغامر واقامر بمصير مستقبل اولاد في المرحله الثانويه. المفترض ان انا لما باجي ابني ببني من تحت، ما ببنيش من فوق. طبعا الكل يعلم ان نظام التابلت فشل ذريع العام الماضي. الطلاب لم يتمكنوا من اداء الاختبارات الالكترونيه سواء في الاختبارات التجريبيه او اختبار الفصل الدراسي الاخير للعام الماضي. كنا نظن ان المشكله تتعلق فقط باستخدام الاختبارات الالكترونيه عن طريق التابلت. طب معالي المستشار، استاذن حضرتك، السنه دي يا استاذ محمد، السنه دي ولادنا واجهوا مشكله
كارثية، وهي الأسئلة المتحررة كما يزعم الدكتور طارق شوقي، وإن ما يقوم به من وضع أسئلة تعجيزية لا يستطيع الطالب أن يقوم بالإجابة عليها أنها تطوير مخرجات التعليم. معروف دايما إن أنا علشان خاطر أحسن مخرجات التعليم يبقى لازم المدخل الخاص بالتعليم الطالب. بس احنا حضرتك مش هنعمم الشكوى دي، يعني بالنسبة لأعداد بسيطة أو أعداد قليلة بالنسبة للشكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب. يا فندم يعني حضرتك لو متابع مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع السوشيال ميديا ومواقع ما تم نشره. طب أستأذن معاليك معالي المستشار. اتفضل. حضرتك تكون ضيفنا الحلقة الجاية الخميس القادم إن شاء الله، وبحيث إن احنا نناقش الموضوع باستفاضة. يشرفني محمد بيه، يشرفني. يبقى احنا بنعلن على الهواء ان احنا هيكون ضيفنا الحلقه الجايه. لا ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله، ان شاء الله وعد ان شاء الله ان انا هكون موجود. يبقى احنا بنعلن لجميع جمهورنا الحلقه الجايه ان شاء الله استكمالا لهذه الحلقه هيكون ضيفنا المستشار عمرو عبد السلام، ونشكر حضرتك مع المستشار. العفو يا فندم، تحياتي لحضرتك. اتفضل يا فندم. شكرا. حسن بيه، دلوقتي سؤال بالنسبه لحضرتك، هل هناك فرق بين الامتحان الالكتروني والامتحان الورقي؟ اكيد طبعا، اكيد. عايزين نعرف الفرق. الفرق ان الالكتروني شيء، والالكتروني ده بيمتحن الطالب بيه على التابلت، الورقي في الورق. الالكتروني بيتوضع الورقي بيوضعه شخص، اما الالكتروني التابلت نفسه هو اللي بيوضعه، احنا بنطلب منه وهو بيوضع الامتحان. والفرق طبعا باين قوي، يعني ان النهارده بنلجا احنا للامتحان الورقي امتى؟ لو حصل عطل عند طالب اثناء ما هو بيمتحن، وثبت ان العطل ده من الفني التكنولوجي، قال ان العطل ده سببه التابلت نفسه، فبيدوله على طول فورا في اللجنه ورقه امتحان ورقي يمتحنه. واذا مدرسة من المدارس مش الشبكة مش كاملة فيها، مدرسة كاملة بالكامل بتمتحن ورقي. طب كده في فرق طبعا، في تكافؤ فرص حضرتك ما بين الطالب اللي بيأدي الامتحان الكترونيا وبين الطالب اللي بيأدي الامتحان ورقي؟ لا مش تكافؤ فرص، في فرق بين الاثنين، اكيد في فرق بين الاثنين. وفي بقى هو بتعتمد دلوقتي، انت عارف المنظومة مش ما خدتش وضعات طبيعي، لا في هو لازم يكون كلهم الكتروني او كلهم ورقي. طب لكن لو حصل حضرتك عطل اثناء الطالب في تأدية الامتحان، عطل في التابلت، ايه الاجراء اللي بيتم؟ حاجتين، عطل في التابلت، التابلت ممكن يعطل عامد متعمد من الطالب. هنعرفها ازاي يا فندم؟ في فني تكنولوجي موجود في كل مدرسه بيتوجه فورا للطالب، واذا ثبت ان العطل فني من التابلت بيتعمل محضر مباشره، وبيدوله الرئيس اللجنه اللي فيها الطالب بيدوله على طول ورقه. طب هنا حضرتك لو ما كانش حصل العطل عن طريق الطالب متعمد وحصل فعلا عطل في التابلت، فانا دلوقتي لا انا بتكلم على عطل في التابلت مش المتعمد. المتعمد ده ما اجراء تاني. متعمد لو حصل في الواقع امامي دلوقتي التابلت زي التابلت اللي مع مارسيلين، تمام. انا دلوقتي بادي الامتحان كطالب، حصل فيه عطل اثناء مده الامتحان بعد نص ساعه بعد ساعه ايا كان، على طول فانا بقول للمراقب حصل عطل، تمام. فانا مش هستنى لما اقول بقى ان العطل عن طريق الطالب او مش عن طريق الطالب، انا المفروض اخلي الطالب يكمل امتحانه وبعد كده اشوف بمحضر او من غير محضر ان بسبب الطالب تعمد او غير تعمد. لا ده في ساعتها بيعرف التكنولوجي، بيعرف الفني التكنولوجي بيعرف على طول في ساعتها. ما انا فني دلوقتي يا فندم لو دخلت للطالب ان انت متعمد والولد ما كانش متعمد، الولد نفسيا ومعنويا المعلومه هتتمسح من دماغه. حضرتك هيمتحن الطالب، هيديله ورقه وهيمتحن الورقي، ولكن في المحضر بعد اللجنه المحضر بيثبت بالفني التكنولوجي، بيقول ان هذا الطالب هو المتعمد، عطل هذا او العطل اللي حصل ده عامد متعمد من الطالب. يعني نعرف كده من حضرتك ان كان هناك عطل في التابلت بيتم التحويل الامتحان الالكتروني الى امتحان ورقي في ساعتها في الحال. طب ليه حضرتك الامتحان الورقي متوفر؟ اتفضل. ليه حضرتك ما يتوفرش عدد معين من التابلت؟ يعني هل يجوز؟ انا ما عنديش المعلومه دي فعايز اعرفها من حضرتك. انا دلوقتي اثناء تاديه الامتحان سي ان قوه الطلبه اللي موجوده بتمتحن 500 طالب، ليه انا ما اوفرش 20 تابلت او 30 تابلت لحاله في عطل ما
ابدل مع الورق التابلت، ينفع او ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، ان التابلت ده مبرمج للطالب باسمه وباسورد، ما يتمش برمجته وبدخول الباسورد. لا الباسورد ليه هو خاص بالطالب نفسه، كل طالب معاه تابلت خاص بيه بباسورد، بباسورد خاص بيه، كل حاجه خاصه بيه. ما ينفعش اديله تابلت كده مباشر مش مبرمجه مش خاص بيه، ما ينفعش. انما نديه ينفع اديله وامتحان ورقي، يمتحن ورقي في نفس اللجنه الالكتروني ويمتحن، وبناخد ورقته وبتصحح وبيمشي طريقه تمام، ما فيش مشكله. طيب ده لو كان بالنسبه للمنظومه ككل حضرتك دلوقتي اللي هي تطوير التعليم عامه، منظومه التابلت الاولى ثانوي وثانيه ثانوي، تمام، الحصيله العلميه بالنسبه لاولى ثانوي وثانيه ثانوي تؤهله ان هو يخش ثالثه ثانوي ويمتحن ثالثه ثانوي؟ تؤهله طبعا. ازاي؟ ده بنك معلومات يا استاذ محمد، ده بنك دي منظومه الولد. اولا انا متاكد وانا مش ضد الطالب ولا ضد ولي الامر ولا مدافع عن الوزاره ولا هذا باطل خالص، انا في صف الطالب وفي صف ولي الامر. انا فعلا عارف ان في تخبط في المنظومه حاليا، وفي عدم يعني الطالب فقد توازنه، هو مش عارف رايح فين اصلا وجاي منين. بس ايه، هي عايزه صبر، تمام، عايزه صبر عشان في الاخر نسال بالنسبه للطالب برضه وجهه نظره طبعاً. وينقل صوره الطلبه زمايله بالنسبه للمنظومه دي. اتفضل مارسيلينو. احنا الفتره دي يعني الترم اللي عدى واللي خلص ده احنا كنا في حاله توهان، مش ده حاسين ان احنا داخلين في دنيا جديده، عدم تركيز ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. الدنيا يعني ممكن فجاه نلاقي اشاعه طلعت هنا، اشاعه طلعت هنا، بنبقى احنا قاعدين على اعصابنا متوترين. مزبوط. شوف دي صح ولا دي غلط، ولا دي احنا اللي بنتضرر في الاخر لو حاجه طلعت صح. انما بالنسبه انتوا كمؤهلين كطلبه ككل لهذه المنظومه، وفي استيعاب ولا لا؟ لو المنظومه يعني اتثبتت واترسخت وبقت على قواعدها صح، المنظومه دي هتنجح معانا جدا. يعني انا مش معارض للمنظومه خالص، المنظومه دي هتنجحنا، بس لما احنا ناخد عليها وفي نفس الوقت احنا الاثنين نثبت مع بعض، نبقى ساعتها قادرين ان احنا نستعيد من المنظومه دي. شفت حسن بيه، بعد اذن حضرتك دلوقتي بالنسبه للمنظومه دي هتؤهل هؤلاء الطلاب لما يخلصوا المنظومه دي هيخشوا على كليات. طبعا التعليم في الكليات والدراسه في الكليات والامتحان في الكليات تختلف تماما على تطبيق المنظومه. يعني هيخش على كليه ما ماشي عليها التطبيق النظام الاولاني خالص اللي هو نظام كتب ونظام سين وجيم. فهنا التنسيق هيكون ازاي ما بين الكليات وما بين هذه المنظومه؟ تاكد يا استاذ محمد ان في تنظيم، ان المنظومه دي لما اتعملت مرتبطه بالجامعات ومرتبطه وفي تنسيق من وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي، ومعروفة المنظومة من يوم ما اتعملت أو من ساعة ما بدأت، بمعنى أصح بتكلم بالشكل العام، إن في ارتباط إن الطلبة دي هتروح الجامعة، فبالتالي الجامعة في تنسيق بينها وبين وزارة التربية والتعليم إن بعد ثلاث سنين، يعني السنة الجاية دي طبعا آخر سنة في التعليم القديم، هي تحت الدراسة ولا تنفذت؟ لا خلاص خلاص، كله مدروس يا ريس، كله مدروس. هذه المنظومة معمولة برؤية مستقبلية، يعني في نظره، بعد نظره، هم عارفين بكره في ايه، السنه الجايه في ايه. شكرا يا حسن بيه، ونظرا لنهايه الحلقه ووقت الحلقه ننوه ان شاء الله الحلقه القادمه هيكون ضيفنا وضيف حضراتكم الاستاذ حسن الشربيني، ومعه معالي المستشار عمرو عبد السلام. وفي نهايه حلقتنا بنتقدم بخالص الشكر للاستاذ حسن الشربيني الخبير التربوي. شكرا حسن بيه. شكرا شكرا. وشكرا مارسيلينو، وبالتوفيق ان شاء الله وبالنجاح، وربنا معاكم جميع الطلبه. وطبعا ان بنعرف حضراتكم ان اولياء الامور بتشتكي. كلمه اخيره بالنسبه لاولياء الامور، ان احنا فعلا المنظومه لسه حديثه ويتم تطبيقها، فيتم المعامله مع المنظومه وتشجيع اولادنا على هذه المنظومه، على اساس المنظومه دي هي اللي هتتم تطوير التعليم. احنا بنطالب بتطوير التعليم، استحاله تكون الوزاره هتطبق منظومه فاشله. فاحنا بنوجه لاولياء الامور نعرف ان هم بيتكبدوا ما يقل عن 60% او 70% من دخل الاسره على الدروس الخصوصيه، فهذه المنظومه بتحارب الدروس الخصوصيه. وفي نهايه حلقتنا بنتقدم لحد بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. اولياء الامور بيتحملوا 40 مليار جنيه سنويا دروس. 40 مليار. 40 مليار دي احصائيه دقيقه،
مش انا بقول لحضرتك ان الاولاد ممكن يتكبدوا من 60 ل 70% من دخل الاسره على الدروس الخصوصيه. انا بأي كلام حضرتك وبقول لحضرتك ان المنظومه بتحارب. هنكمل الحلقه الجايه حسن بيه نظرا للوقت، وانتظرونا الحلقه القادمه اعزائي المشاهدين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.